دان زميلنا ومراسل قناة الأهلي في الإسكندرية يقول لنا تفاصيل أكتر من خلال متابعته لاستعدادات الفريق لهذه المباراة. مساء الخير يا صبح. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وعشاق ومتابعي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك، وطبعا بتهمنا مشاركتك معنا ومن خلال متابعتك من موقع الحدث للفريق واستعداداته الأخيرة للمباراة المهمة يوم الثلاثاء المقبل. عايزين نعرف آخر التفاصيل اللي ممكن تقولها لنا وتعلن للرأي العام وللجمهور الأهلاوي. خليني في البداية أستاذ محمد أأكد لحضرتك على صعوبة وأهمية اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي، عشان كده الكابتن محمد يوسف ومستر كبرون فضلوا إن الأهلي فريق الأهلي يكون منعزل تماما للتركيز بما فيهم وجود قناة الأهلي اللي بتتابع الحدث بشكل دائم. فالكابتن محمد يوسف وكالدرون مستر كالدرون أكدوا إن التركيز هو سمات المعسكر، وفضلوا بشكل ما أو بآخر انعزال وفريق الأهلي للتركيز ولأهمية المباراة في نفس الوقت. في نفس الوقت أستاذ محمد عايز أكد لحضرتك وصول فريق تشيب النهارده وعسكره في احد فنادق القريبه جدا من استاد برج العرب اللي هتقام عليه المباراه. المدرب العام لفريق تاونشيب اكد على صعوبه اللقاء وعلى اهميه واسم النادي الاهلي الكبير، وان البطوله او ان المجموعه لم تحسم، هيكون فيها تغيرات كتير، وهو بيأكد على ان الاهلي فريق كبير. وجود الاهلي في المجموعه ادى طعم ثاني وشكل ثاني للمجموعه، وهو بيأكد هو تأكيده ان هو يتمنى ان هو يكون احد الفرق اللي تكون موجوده في الادوار، لكن بيأكد ان حظوظ الاهلي ما زالت كبيره. طيب عايزين نتكلم اكتر عن يعني تفاصيل عن معنى مصطلح انعزال اللي استخدمته خلال حديثك من لحظات. قلت لنا المدير الفني او الجهاز الفني للاهلي فضل يعني فرض قدر من العزلة أو إبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات عشان يركزوا بأكبر درجة ممكنة. ده مقصود بإيه؟ الإعلام؟ هل مبعدين عن الإعلام؟ هل التدريبات عدم حضور جماهير لها التدريبات الأخيرة؟ يعني إيه المقصود بانعزال الفريق أو بفرض قدر من العزلة لتجهيزه فنيا بأفضل شكل ممكن؟ بكل تأكيد طبعا يا أستاذ محمد، المعنى العام انعزال كامل عن الإعلام، عن أي حد يكون متواجد معسكر. أنت تعلم تمام حضرتك أن المباراة دي تعتبر أولى مباراة الموسم الجديد. الموسم المنقضي كان في فترة المعسكر الخارجي، فالانعزال المقصود بها يا أستاذ محمد المقصود بها إن النادي الأهلي كامل تركيزه لصعوبة الموقف الموجود. وحتى الكابتن محمد يوسف سمح لوجود الاعلام لمده ربع ساعه بكره ان شاء الله، هيفي مؤتمر صحفي قبل التمرين، وهيسمح للاعلاميين واي القنوات الموجوده لمده ربع ساعه فقط لا غير، وكده بيكون دورهم انتهى عشان خاطر السريه للقاء القادم، وعشان ما يتاثرش اللاعبين بكثره اداء اي تصريحات او تعرض لتساؤلات كثيره او متابعات اعلاميه كثيره قبل المباراه. الجهاز حريص على الكلام ده، عشان كده اختصر فتره اللقاء مع الاعلام لربع ساعه فقط او الاعلاميين. بالفعل كده يا استاذ محمد، وممكن يكون حتى المدرب العام المساعد لفريق تاونشيب مش على نفس النهج، واكد ان هو كمان هيسمح للصحفيين للتواجد لمده ربع ساعه فقط لا غير. بشكرك جدا على المعلومات اللي تابعناها من خلال هذا الاتصال ومشاركتك معنا في هذا اللقاء زميلنا العزيز صبحي حمدان مراسل قناه النادي.